صباح الخير، قصدي مساء الخير، عشاني نوركم. بالله اعذروني أجيكم والمساء ما يقبل التعبير، ولاقي شمسكم وين في داخل عيوني، ولاقي شمسكم أكيد وين في داخل عيوني. مساكم خير، مساكم سعادة، مساكم فرحة، ومساكم سيتي سنتر في ليلة جميلة لا تحلو إلا بجمال هذا المكان في هذا اليوم الطيب. ونحن نلتقيكم لنحتفل بالتعاون المثمر بين كل من سيتي سنتر مسقط وسيتي سنتر القرم التابعين لمؤسسة ماجد الفطيم والجمعية العمانية للفنون التشكيلية. واليوم سنقوم بتكريم ثلاثة فنانين who inspired us all to explore our creativity and express ourselves through art. ويعد مركز سيتي سنتر من الداعمين والراعين للفعاليات المختلفة في السلطنة. سعادة عبد الله بن شعبان الفارسي رئيس الشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني راعي هذا الحفل. So in third place, the winner is بشرى الزهيمي. Second place is سمر الكابي. The winner of the Art of Sea initiative is يوسف الرواحي. سهل.